اقول شوف طوب، اليوم عندي مهمه كلش صعبه، عندي استعداد تساعديني بيها لو لا؟ يا الله، يعني انت كل يوم عندك مصلحه، خير شكو هالمره؟ بيت حبيبتي زهراء اليوم راح يطلعوا مسافره ويتاخرون 3 ايام تقريبا. اي خليه يروحون مسافره، شو عليه بيهم؟ انا قابل اقوم ارقص وراهم مثلا؟ فتعرفين هسه الظهريه لا يقدر يروح حديقه ولا يقدر يروح مطعم، فخابتني قاعد حاج كثير بدي اشوف كم الباب واروح. عزل عزاك لك هيم، انت مخبل؟ اسفتنا انت غبي بس مو بهاي الدرجه، يعني شلون تخليها تجي البيت وما موجوده؟ تعرف ماما دازمتك شو تسوي بيك؟ تقطع ما تخلي شيء اذا بتكسر عليك. سنان شو اسوي بهاي الحاله؟ اللي اريده منك فقط تراقبي لي ماما، احنا حنوقف في الباب نحكي انا وياها، انت ماما بس تنزل او شيء تعطيني خبر بس هاي. والله ما اعرف شو اقول لك، هذا الموضوع كلش خطر وانا احتمال انكشف عليه، وبهاي الحاله اريد فلوس تامينات. عمي موافق انطيش قد ما تردين بس هسه ما عندي من السلمات ما انطيش. اها يلا ماشي ماشي. يلا على ساعه جيت ما حطلع برا انتظرها انا، يلا تقومي. هذا اكبر كذاب، وكل مره يجيني يطلب مني شغل ويقول لي انطيش فلوس من السلمات وما ينطيني. فانا شو اسوي؟ احسن ما تصير لي مشكله واقع بيها، خلي منتجي صاحبته اروح اقول لماما على مود انا ما علي بموضوع، لان ماما اذا عرفت بيا راح اطيح حظي. يلا يا زهره، بتقول من جاي من المريخ قابل الساعه كامله. ليش ماما؟ اكو مصيبه بعد شوي راح تصير ببيت. يا ستار ويش خير شك يا مصيبه؟ ترى اخويا هيمو مخابر صاحبته وراح تجمع البيت يشوفها. شنو؟ تحكي صدق يا شقي انت؟ اي والله ما اعتقد هسه جاي بالطريق، روح انتظريهم برا وكبسيهم. يلا دا اشوفه قبل شويه كل شويه يحوس يجي يفتح الباب يبوا عليه قاعده لو نايمه. خليان علمه. والله ما ادري يا فطوم انت سويت الصح يا غلط. لا والله ما ألام بي، هذا هي مو خبيث وكل يوم يخبث علي ويخليه ينكتل. تخليه ينكتل هو ايش عليه؟ هلا جدتي. يا هلا بحبيبتي، يا هلا بروح. ليش تاخر تظل بالي عليك؟ حبيبي طبعا والله كلش اعتذر منك انا، بس تعرف يعني عندنا سفر وهاي فجونا خطار بالقوه اللي قدرت اطلع. معادة في دولك اهم شيء جيتي، شو اخبارك؟ مو تحكي لي. والله حبيبي اذا انت اخبارك زينه فاني اخباري زينه، تعرف قد احبك. طبعا تعرف ايش قد مشتاق لك وانا شايل هم، شلون حقدر اصبر على غيابك 3 ايام؟ لا يا حبيبي تشتاق لها؟ لا تخاف لا تخاف، هذا النعال راح يعوضك بمكانها 3 ايام. خاله ما بس تفتهمي الموضوع غلط، زهرات بدنا خبز، قلت لها ما عندنا. تريد خبز ومشتاق لها؟ لا تخاف حبيبي فطوم قالت لك كل شيء، تعالي من على ودك تعال. الله لا ينطيك يا فطوم.